مكملين مع النجمين الكابتن محمود ابو الدهب والكابتن سمير كمونه. كابتن سمير ايه الهدوء اللي انت فيه؟ لا بكلمك بجد والله ان النادي الاهلي دلوقتي او لعيبه النادي الاهلي ممكن تكون معذوره في ضغط المباريات الكبير والضغط النفسي اللي عليهم، وان هم طبعا كل مباراه لازم يكسبوها ويكسبوها باداء ويكسبوا بطولات، ومطالبين ان هم يكسبوا كل البطولات الى جانب ضغط المباريات الكبير، بعكس انت كنت بتلعبوا كل اسبوع مباراه. لا كنا بنلعب كل 10 ايام مباراه. كنا بنلعب في المنتخب وبنلعب ببطوله عربيه. ايوه بس المنتخب دي حاجه موسميه. بنلعب قبل الفطار، ما كانش حد بيلعب قبل الفطار. مش كنا بنلعب الساعه ايه 10 الصبح؟ الساعه 2 الظهر. لا ده بقى في رمضان. بنلعب بجماهير، ضغط جماهيري. انا قلت 100,000 قبل الفطار والغدا. لا لا بنلعب قبل الفطار كانت صعبه جدا يعني، كان قرارات اتحاد الكوره كانت قرارات حاجه غريبه يعني، وكنا بنلعب تحت ضغط جماهيري جامد جدا. بال 100,000 وال 80 و 120,000 متفرج. طبعا دلوقتي اللعيبه دي معذوره. ومعذوره ان الجمهور ما بيديهاش حماس، وانت عارف جمهور الاهلي وما ادراك ما جمهور الاهلي بقى لما ب 120,000 متفرج يعني، خصوصا مباريات القمه. مش موجود دلوقتي، مش حمايه ليهم، مش حاجه حلوه. لكن في نفس الوقت يعني لو جمهور موجود هيديهم دفعه جامده جدا. لكن انت بتتكلم ما فيش جماهير، فالضغط قل، ما فيش عصبيه، مفيش ضغط جماهيري، بلعب مستريح، واخد بالك؟ حتى لو انا عندي كل 3 ايام ماتش، ما العالم كله بيلعب كل 3 ايام ماتش لما بيلعب في الشامبيونز ليج في اوروبا او الافريقي بالنسبه لمصر او شمال افريقيا، طبيعي جدا لازم انا اكون محضر نفسي، عندي لعيبه تقدر تستحمل طول السنه، عندي البديل الكفء، بجهز الناس كل 3 مباريات، اعمل عمليه الروتيشن، كل دي حاجات مفيش انديه كبيره تقدر تشتكي منها زي النادي الاهلي. ما ينفعش، عيب لما النادي الاهلي بيشتكي من ضغط الماتشات فتره، لكن عندي حلول ان انا اقدر اتغلب على النقطه دي. لكن الفتره دي فعلا اللعيبه يعني معذوره باصابات كتير. النادي الاهلي اللي كان تمسك كمان وقت دوري كورونا تمسك باستمرار البطوله وقت ما كان في رغبه من بعض الانديه وعلى راسها الزمالك بالغاء البطوله وقتها اثرت عليه واثرت عليه. كان ليها تاثير، ليها تاثير، ان هو المفروض كان كله خد راحه، الدنيا كلها كانت واخده راحه، احنا كملنا ودوسنا، وحتى السنه دي كمان لاضمين السنتين على بعض كتير كتير على اللعيبه. لكن فتره كورونا كان المفروض